العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجنوب السودان تجمعهما روابط أزلية وتاريخ ممتد. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، شدد الرئيس السيسي على أنه رغم التحديات الاقتصادية الدولية إلا أن مصر لن تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم خلال مباحثاته مع رئيس جنوب السودان استعراض تطوراته الخاصة بقضية سد النهضة، وكذلك مسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد. كما أكد الرئيس السيسي أنه اتفق ورئيس جنوب السودان على تكثيف الجهود والاتصالات بينهما وبين الأطراف المعنية داخل السودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة في السودان وتجنيب الشعب السوداني مزيدا من الدمار والتشتيت. أعلنت وزارة الصحة وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. هذا وأكدت الوزارة أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من قبل الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات. كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر بتوقيع الكشف الطبي على مجموعات من حاملي الجنسيات الأجنبية في معبر بحر رفح، بينهم 42 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم 32 على التوالي. واستهدفت طائرات الاحتلال مناطق خان يونس وبيت لهيا ورفح وتل الهوى. وفي حصيلة غير نهائية أعلنت وزارة الصحة تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى أكثر من 10,000 شهيد وأكثر من 24,000 مصاب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالدبابات والجرافات مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين وصفت بالعنيفة. وفي وقت سابق أسفرت اشتباكات اندلعت في مدينة القدس المحتلة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال وإصابة آخرين. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام عدد من بلدات غربية المدينة المحتلة وشرقها. أكدت وزيرة خارجية اليابان أنها تعتزم الدعوة خلال اجتماع مجموعة الدول السبع إلى التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذا ودعت وزيرة خارجية اليابان جميع الأطراف إلى الالتزام بروح القانون الدولي بما في ذلك تجنيب المدنيين وإيلات القتال. نظم مئات المحتجين احتجاجا أمام تمثال الحرية في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسبق أن نظمت مظاهرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في منهاتن وفي مبنى كانون هاوس الإداري بالكونغرس في واشنطن.
مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، ونعود مرة أخرى إلى زميلي العزيز رامي الحلواني لاستكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح. إليك رامي.